ورجعنا لكم تاني ومعانا الفقرة التانية. كتير من الشباب دلوقتي مش لاقيين فرصة عمل وعندهم إحباط بقى واكتئاب، مفيش شغل، وكله طبعا بيشتغل علشان لقمة العيش. النهاردة هنقول لكم فكرة سهلة جداً وعن طريق البيت، وانتوا قاعدين كده في البيت ما بتعملوش حاجة وماسكين طبعا الموبايل 24 ساعة، يعني ما بتتشالش من ايدينا. هنقول لكم بقى النهاردة فكرة ازاي تكسبوا من السوشيال ميديا وخاصة اليوتيوب. معانا النهاردة خبير المعلومات الأستاذ أيمن صفوت، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. منورني. بنورك، ربنا يخليك يا رب. أستاذ أيمن، شفت لك كذا فيديو كده بتشجع الشباب اللي هم يكسبوا من اليوتيوب. تمام. تمام؟ طيب قل لي إزاي كده شاب أو حتى ست بيت يعني قاعدة، إزاي تفتح قناة وتكسب منها؟ تمام. هو مبدئياً مجالات الربح من اليوتيوب كتيرة جداً. يعني مش الربح من الإنترنت. كتيره جدا، يعني مش مقتصره على اليوتيوب بس. ف السوشيال ميديا في تمام، فاستاذنك ناخد نبذه سريعه علشان اللي بيسمعنا برضو يعرف ان المجال واسع وده المستقبل. يعني انا شايف ان التواجد اصلا اونلاين هو ده المستقبل في كل الاعمال. ففي اشكال كتيره جدا للربح من الانترنت. لو انت يعني لو الشخص دوت شاطر في الكتابه ممكن يعمل مدونه او موقع الكتروني ويبدا يشارك الافكار بتاعته في الموقع ده، وبعدين ممكن يعني يشترك في حاجه اسمها جوجل ادسنس وتبدا تنزل عنده اعلانات على الموقع. ده شكل من الاشكال. الموقع ده بفلوس باشتراك ولا من غير؟ في بفلوس وفي ببلاش. لو عايز ببلاش، وانا انصح المبتدئين، في حاجه اسمها مدونه بلوجر. دي شركه جوجل بتوفرها لنا، ممكن من خلالها نبدا نعمل سايت بشكل بسيط وسهل جدا. مش محتاج ان انا ابقى مبرمج ولا مصمم ولا اي حاجه. في قوالب جاهزه احنا بناخدها وبنبدا نشتغل عليها بشكل مجانا. تمام. تمام. في شكل من الاشكال، يعني ده شكل من اشكال الربح من الانترنت بشكل عام. ولكن يتطلب مهاره معينه وهي مهاره الكتابه وتواجد الافكار وهكذا. في شكل تاني ان ممكن ندخل على منصات الفريلانسر. انا عندي مهاره الترجمه، مهاره التصميم، البرمجه، اي مهاره من المهارات دي. ممكن مثلا في مواقع بتوفر الموضوع ده زي موقع فيفر، خمسات، ودي اسمها الخدمات المصغره. انا كصاحب شركه عايز اعمل سايت. اكتبوا الحاجات دي علشان تدخلوا تعملوا سيرش عليها. انا بس بوفر للناس كلها بحيث في ناس ما تلاقيش نفسها في اليوتيوب، وبعد كده هنركز بقى على اليوتيوب. فلو عندك اي مهاره تتخيلها في حياتك هتلاقي في ناس بتطلب المهاره دي او بتطلب الخدمه دي في السوشيال ميديا، في مواقع الفريلانسر زي فيفر وخمسات وهكذا. تمام. الناس بقى اصحاب شركات، اصحاب محلات، اصحاب مواقع عايزين منك خدمه، انت بتدخل تعملها بتاخد المقابل منها اونلاين. ده شكل من الاشكال. في بقى السوشيال ميديا، سواء الانستجرام، تويتر، الفيسبوك، سناب شات، اي موقع من المواقع ده دولت، بما انهم فيهم زوار يبقى من خلال الزوار ده ممكن نكسب منها. تمام. فالموضوع بيعتمد على عدد الزيارات اللي موجوده في الموقع ده. اليوتيوب، خلينا بقى نركز على اليوتيوب ونقول قبل ليه ما ادخل بس اليوتيوب. الفيسبوك الخدمه لسه ما اتفعلتش في مصر، عشان الناس بس ايه ما تركزش على موضوع الفيسبوك، لان اسهل حاجه دلوقتي الفيس. بس في ناس في مصر. تمام. اولا الفيسبوك عشان نكسب منه ممكن نعمل صفحه، الصفحه دي يبقى فيها 10,000 لايك، ويكون محقق من الفيديوهات اللي موجوده على الصفحه 60,000 دقيقه. ايوه، عشان ياخد العلامه اللي هي الرايت دي اللي هي الزرقاء. موجود في 3 دول بس، دول عربيه، الامارات، الاردن، السعوديه. ايوه، ما لسه انا بقول بقى لسه ما اتفعلتش في مصر بقى. مصر بقى بيعملوا ايه؟ لو حضرتك عندك ادمن من الاردن، ادمن من السعوديه، ادمن من اي دوله اوروبيه، لان الدول الاوروبيه كلها مفعله الربح. فمن خلال الادمن ده خلاص انت كده يحق ليك ان انت تفعلي الربح. على دوروا بقى على حد قريبكم، حد جاركم كده في دوله بره. لا، وفي ناس وسيطه بتاخد مبلغ معين وبتفعل الموضوع بس ده. امان يعني الناس دي ممكن الادمن دي في لحظه يروح. ما انا احطه ادمن مش مسؤول. يعني انا اخد بالي. فالفيسبوك بدا يشارك الموضوع ده من بدايه 2014.
وربحه حلو على فكرة. كويس وسريع الانتشار، يعني الفيسبوك سريع الانتشار اكتر من اليوتيوب. تمام. لان الفيسبوك يتسم بالمرونة شوية ومجالات واسعة جدا، وفي بقى صور منشورات، لكن اليوتيوب مشاركة فيديو بس. قولي كده، لو حد عمل الصفحة دي اللي هي 10,000 موجودين فيها ويبقى فيها تفاعل، يعني يجيله ايه؟ يعني والله على حسب، يقدر يفتح بيت؟ على حسب الزيارات، احنا قلنا في الاول على حسب لا الزيارات. لا اشتغل واجتهد وكده على قد المجهود وعلى قد بيجي، يعني العائد مجزي يعني ممكن، وعلى حسب المشاهد، المشاهد ده هل هو من دولة عربية ولا من دولة أوروبية، بيفرق على فكرة. لو يعني على سبيل المثال، ولكن الموضوع ده مش بالظبط، يعني ممكن نقول متوسط الألف ظهور للإعلان مثلا من الدول الأوروبية ممكن من 2 دولار لحد ممكن يوصل ل 10 دولار الألف. الألف ظهور للإعلان. الدول العربية بقى من 50 سنت لواحد دولار مثلا بحد اقصى. احنا عايزين يبقى في تفاؤل للشباب، يعني اجتهدوا بجد حاجة، انتوا قاعدين في البيت. هو على فكرة برضو من ضمن تصحيح المفاهيم، الناس للأسف بتتعامل مع الانترنت، او اول ما نقوله الربح من الانترنت، هو متخيل ان هو داخل منجم ذهب. هو داخل يتعامل اللي هو سرعة مفيش، هياخد فلوس ويطلع يجري. فالموضوع ده عمل زي العمل على ارض الواقع بالظبط. لازم جهد، لازم افكار، لازم تتعب بجد، ولازم وقت. يعني كل الحاجات دي، يعني اي حد بيعمل مشروع بيستثمر فلوس وبيستثمر وقت. لا ممكن اليوتيوب او ممكن السوشيال ميديا مطلوب منك وقت ومجهود بس، وافكار وذكاء وكاريزما، يعني الحاجات دي برضه لازم تبقى قبول. ده من عند ربنا. ندخل بقى على اليوتيوب. ندخل على اليوتيوب. اليوتيوب طبعا تم انشاؤه سنه 2004، وشركة جوجل خطفته في 2005 بعدها بسنة، واشتريته يعني بصفقة تتعدى المليار دولار، يعني صفقة كانت قوية جدا. مليار دولار ولا حاجة بالنسبة لل، ما هو كان لسه في البداية خالص. فشركة جوجل كالعادة بتاخد أي موقع ناشئ وبتبدأ تطور فيه، لدرجة إن اليوتيوب دلوقتي بقى أول موقع على مستوى العالم في مشاركة الفيديوهات. تمام. مظبوط. ودخلت حاجة اسمها بارتنر بروجرام يوتيوب، او يوتيوب بارتنر بروجرام، برنامج شركاء الربح. بدل ما الناس كانت هي هاويه ترفع فيديوهات لمجرد المتعه بس، او مجرد ان هم ينشروا افكارهم، لا ده احنا تعالى انشر فيديوهاتك وهتاخد جزء من الارباح. بيصل مثلا ل 60% من الارباح. واليوتيوب بياخد 40%. هتقولي طب الموضوع بالسهوله والبساطه دي؟ هو سهل ومش سهل. هو سهل لان اي حد ممكن ينشئ قناه، ينشئ قناه على اليوتيوب بحساب جوجل، يعني ده ايميل وصوره حلوه كده بالظبط كده، انت خلاص بقى عندك قناه على اليوتيوب. عندك قناه جميله. الصعب بقى، او يعني اللي بيوقف ناس كتير، الاستعجال. يعني هي عايزه شويه صبر، عايزه شويه صبر، شويه صبر توصل، وعايزه فكره. يعني لو اخترت الفكره الصح هتوفر عليك طريق طويل جدا. طب اختار الفكره ازاي؟ وهل الفكره ديت بتناسب امكانياتي، بتناسب وقتي، بتناسب شغفي للحاجه دي؟ فدي محتاجه عصف ذهني، اشوف انا شاطر في ايه، انا بحب ايه واعمله بالظبط. لان هو حتى هو لما اول بند بيقول لك ربح المال من شغفك، شغفك حبك للشيء. لانك انت لو داخل شيء لمجرد ان هو عليه مشاهدات كتير، وداخل انا هعمل زي فلان علشان عنده مشاهدات كتير، هتمل وهتزهق ومش هتكمل. لان فلان ده على لحد ما وصل اللي وصل له اخد فتره شهور او ممكن سنه. بيبصوا على المشاهدات الكتيره فين بالظبط. فانا اول حاجه لازم اسال نفسي انا شاطر في ايه، او انا ممكن اطور، يعني اطور نفسي في ايه. لان طبعا كل واحد او كل شخص ربنا اداله صفات معينه بتميزه عن غيره. تمام. دورك ان انت تكتشف الحاجات دي. ممكن تسال افراد الاسره، ممكن تشوف نفسك انت اول ما بتدخل على الانترنت بتدور على ايه، ميال لايه اكتر، ايه الحاجات اللي انت ممكن تقضي وقت كتير فيها وما تزهقش. الحاجات دي مهمه جدا. وللاسف في ناس بتقوم داخله عامله قناه يوتيوب وداخله محدده المجال في 5 دقائق. الاجانب بيعملوا مثلا ندوات علشان يعملوا عصف ذهني، ويعني يطلعوا افكار، عشرات الافكار، وبعد كده ينقوا فكره واحده او يختاروا فكره واحده. طيب انا اخترت الفكره وخلاص، لقيتها الفكره دي مناسبه لوقتي، مناسبه لامكانياتي، هقدر اطور نفسي منها.
ندخل على المرحلة التانية، هل الفكرة اللي انت اخترتها دي ليها جمهور؟ اه ليها ناس تقدر تشوفها وتتابعها وكده، ولا ولا انت مع بقى نفسك؟ فدي تاني مرحلة، ان انت لازم تقيس الجمهور المتوقع اللي انت هتوصل له. طب اقيس ازاي؟ في حاجات بروفيشنال، يعني بعض الادوات اللي شركة جوجل نفسها بتوفرها لنا، زي مثلا الناس بقى اللي عايزة تدور، في حاجة اسمها كيورد بلانر، اللي هي أداة مخطط الكلمات الرئيسية، بكتب فيها الكلمة أو الجملة اللي أنا هشتغل عليها وأبدأ أشوف معدل البحث الشهري عن الجملة دي إيه. طيب أنا ما أعرفش الكلام ده، ببساطة شديدة هندخل على جوجل أو على اليوتيوب، بما إن إحنا هنشتغل على اليوتيوب. اليوتيوب بالمناسبة أكبر محرك بحث على مستوى العالم بعد جوجل طبعا، تمام؟ فأي حد عايز حاجة بيكتب على اليوتيوب وبيبدأ يجي له بعض سيرش بقى، السيرش، ينزلوا السيرش هشوف كله. الفكرة اللي أنا خلاص أنا مقتنع بيها، وأبدأ أشوف القنوات اللي شغالة على الفكرة دي سقفهم إيه في المشاهدات، في المشتركين جايبين إيه، هل هم بيجيبوا مليون مشاهدة، 500 ألف، 5 آلاف مشاهدة؟ لأن أنا مثلا أنا شاطر قوي قوي في البرمجة، ما توقعش إن أنا هجيب 10 مليون مشاهدة في الفيديو، لا، البرمجة مهتم بيها شريحة قليلة، معينة. فأنا أبقى عارف سقف طموحي إيه. تمام، انا ما بقولش ما تعملش عن البرمجه، ده احنا بندي مثال ان في محتويات بتجيب مشاهدات عاليه جدا وفي محتويات بتجيب مشاهدات محدوده. محدش يعمل قنوات طبخ يا جماعه، كل اليوتيوب قنوات طبخ، وجالهم احباط نتيجه القنوات بقت كتيره جدا زياده. ما هو دي حاجه تانية، المنافسه، لازم نشوف احنا هنقدر ننافس ولا لا. هتقول لي طب ما كل المجالات فيها ناس، انت لو انت عندك كاريزما وعندك قيمة اضافية تقدر، يعني انا ما بقولش مثلا يقدم. لا ما تعملوش قنوات طبخ، لا، لو انت هتقدري تقدمي حاجة جديدة، هتقدري تعملي قيمة اضافة ليكي، كاريزمتك ليكي، اللمسات الخاصة بتاعتك، الناس كلها فعلا بتقول ان انت بتطبخي كويس وهكذا، لا اعملي. بس معظم اللي كلموني عندهم قنوات طبخ وجالهم احباط، ما هو ليه بقى؟ عشان بيقارنوا نفسهم بقنوات مثلا فاتحه بقالها سنتين دي ثلاثه حاجه، والحاجه الثانيه ان هو بيعملوا فيديوهات اتعملت الاف المرات كتير. تمام، فالمشاهد او اليوتيوب، خوارزميات اليوتيوب او برمجيات اليوتيوب بتصعد اللي هو الاعلى مشاهده، ده الاعلى، مش هيجيب اللي لسه الاعلى الاقدم، بالظبط. يعني الاقدم. فانا بيجيبوه. علشان افتح قناه طبخ او اي قناه باي مجال لازم اقدم قيمه اضافيه، لازم، يعني لازم يبقى عندي كاريزما، لازم اتعلم اوصل المعلومه ازاي بسهوله وبسرعه وابسط المفاهيم، لان اليوتيوب دلوقتي او الفيديو الناس بتدخل على الانترنت بتكسل تقرا مقالات فاليوتيوب يعتبر او الفيديو بشكل عام يعتبر وسيله سهله لتوصيل المعلومه. طيب دلوقتي اتعمل القناه ولقينا الفكره والحمد لله، لقينا الفكره، الشروط بتاعه التفعيل بقى اللي هو بعد كده ينزل لك بقى الدولارات، ايه الشروط طيب بقى؟ كده احنا هنتكلم بشكل فني بقى شويه. هو الشروط بعد ما تعمل قناه، اول حاجه لازم تتبع 3 حاجات. اول حاجه ان انت ما تتعداش على حقوق الطبع والنشر للغير، ده ما بمعنى تاخدش ايه حاجه من حد بالظبط؟ ما تمام كده، اخدش خليك في حالك. ما اخدش جزء من مسلسل، حته من اغنيه، موقف كوميدي، حاجة أنت عاملها من A to بنفسك Z. مصورها بنفسك، لازم. تمام. دي أول حاجة، عشان في ناس بتتعب على الفاضي، أو ما أجيبش مجموعة صور وأبدأ أتكلم عليهم. برضو اليوتيوب بدأ مؤخرا يرفض الموضوع الموضوع ده، ده، بيقول إن هو مش بيقدم قيمة إضافية أو مش بيقدم محتوى إبداعي. تمام. فعايزين ناس كرييتيف، عايزين ناس تبقى إنفلونسر، مؤثرين بعد كده، فهم بدأوا يركزوا في الموضوع ده. دي أول حاجة. تاني حاجة، لازم اتبع ارشادات منتدى اليوتيوب. ايه هي بقى ارشادات منتدى اليوتيوب؟ ان انا ما احطش محتوى يحض على الكراهيه، على العنف، في مخاطره، في ايذاء لحد، ده في ده تنمر، الموضوع في ده لازم هم يدخلوا يعملوا سيرش ويقروه. طبعا طبعا، يقروه احنا علشان يبقوا فاهمين داخلين يعني السكه احنا ازاي. هنشوف حقوق الطبع والنشر والمحتوى الملائم للمعلنين والمحتوى وارشادات منتدى اليوتيوب. تمام. عملت انا الحاجات دي، لازم بقى ابدا ارفع فيديوهات على اليوتيوب بجوده كويسه بصوت كويس، وابدا احقق من الفيديوهات ديت 4000 ساعه مشاهده. يعني مجموع المشاهدات اللي انا حصلت عليها 4000 ساعه، وبيديك فرصه ل 12 شهر او اخر 12 شهر. يعني في ناس برضو بتحصل معاهم
يعني بيتلخبطوا، هو انا قدامي 12 شهر بس؟ لا، هو اخر 12 شهر. آخر يعني 12 لو انا شهر. بادئ مثلا في شهر 8 2019، لا انا قدامي لحد 8 2020. طب انا وصلت ل 9 دلوقتي، هو هيستبعد شهر 8 2019 ويبدا يحسب لك من تمام 9، تمام؟ فهو تمام الاخر 12 شهر من البوينت اللي انا واقف فيها. ويبقى حد ادنى مشتركين 1000 مشترك، يعني 4000 ساعه مشاهده و1000 مشترك. وألف مشترك. قدرت احقق الموضوع ده، ببدأ أقدم في برنامج الربح بقناة بتتراجع، يعني بيدخل شخص حقيقي بيراجعها، بيشوف هل أنا ملتزم بالحاجات اللي احنا قلنا عليها في الأول ولا لأ. لو لقاني شخص ملتزم خلاص اوريدي ده الإعلانات الموضوع بتنزل. كبير وهنحتاج أكتر من فقرة معانا، وحضرتك هتشرفنا ربنا تاني. يبارك فيك. فعلا معلومات مفيدة، وهنكمل مع الأستاذ أيمن في حلقات تانية. بشكر حضرتك ربنا جدا يخليك. على اللقاء، ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني.